النهارده حسن الشامي اكبر لعيب في الملعب في 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 في, في الفرقتين يعني، وعامل ماتش كويس وعجبني جدا يعني، من اللعيبه اللي بحبها جدا على فكره حسن الشامي، لعيب يعني باك ليفت محترم. حسن مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو، لحضرتك حبيبي حسن. يعني ماتش صعب النهارده وعملته مجهود كبير، عايز اعرف منك كانت تعليمات كابتن عوده ايه بين الشوطين، خاصة فيما يخص الهجمة المرتدة، أنا ملاحظ إن أنتوا اتحسنتوا في الشوط الثاني في الهجمة المرتدة. والله كابتن ميدو أنت عارف إن المباراة صعبة طبعًا، التوقيت اللي أنت بتلاعب فريق بيلعب على البطولة. التوقيت بيبقى صعب، لكن إحنا كمان موقفنا حرج جدًا في الدوري. وطبيعي إن إحنا هنقاتل عشان ثلاث نقط، وده كلامنا من البداية وكلام الكابتن من البداية، إن حتى النقطة مش هتنفعنا النهاردة مش هتسيبنا هنا في الجدول يعني. لكن كل تركيزنا إن إحنا نحافظ ما يجيش فينا ونلعب على السنتر أتاك بشكل كويس. وجات لنا فرصه في بدايه الشوط الثاني كنا نقدر نخطف بيها، الكرات الثابته كلها بنعملها النهارده بشكل كويس، لكن برضه ما استفدناش منها. كان ممكن كوره سالم دي صعب المباراه اكتر على النادي الاهلي، كان باقي اعتمادنا ان اي فرصه نقدر نجيب منها نسجل منها في ظل التوتر اللي النادي الاهلي فيه، ده اللي انا حسيته في ارض الملعب من اللعيبه. يعني انت حسيت ان لعيبه الاهلي متوتره شامي؟ جدا 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 يا كابتن هيدو، وده يعني انا لعبت مباريات كثيره جدا في الاهلي ضد الزمالك، دي من المباريات القليله جدا لعيبه الاهلي متوتره جدا وقراراتها في الملعب مش تحس ان هم مضغوطين يعني. فالحمد لله يعني احنا يعني طلعنا برضو بنتيجه ايجابيه النهارده، انت عارف على الورق المباريات الكبيره دي بتبقى على الورق محسوبه للانديه الكبيره، لكن برضو احنا الحمد لله الفتره الاخيره شغالين بشكل كويس جدا، اخر ثلاث مباريات قدرنا نجيب خمس نقط، مباراتين على ملعبنا النادي الاهلي والمحله خدنا اربع نقط، والمباراه اللي فاتت طموحها كان ممكن برضو نخطفها، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء الله خدنا منها نقطه، لكن اعتقد ان احنا الفتره الاخيره شغالين بشكل كويس قوي، هنقاتل على كل مباراه عشان نحسن وضعنا شويه في الجدول، لان انت عارف ان المولين برضه نادي كبير لكن مرينا بظروف في السنه اللي فاتت والسنه دي للاسف ظروف صعبه جدا، لكن ان شاء الله احنا قادرين كاداره وكجهاز فني وكلعيبه نقدر نخرج من الازمه اللي احنا فيها ان شاء الله. حسن النهارده زياد طارق في الشوط الثاني في رايي يعني سبب لك بعض المشاكل او خلاك تلعب جيم مختلف، لعيب كويس صح؟ لعيب كويس وعنده حلول بس الحمد لله كابتن ميدو، انت لو لاحظت ان طول المباراه زياد ما شاطش ولا شوطه ما عملش ولا سكوب بس، فاعتقد ان الحمد لله مش انا لوحدي، احنا كتيم بنشتغل تيم جماعي مع بعض، قدرنا نقفل مفاتيح لعبهم بشكل كويس جدا. برضه النادي الاهلي كان ليه فرص وضيع فرص، لكن برضه مش بالشكل اللي احنا متعودين منها على النادي الاهلي. قفلنا لهم العمق بشكل كويس جدا، لعبنا على الاطراف بتاعتهم بشكل كويس جدا. هتلاقي طول المباراه يعني ثلاث اربع فرص كلها كرات عرضيه، وطرقهم احنا قدنا بشكل كويس جدا. زياد من اللعيبه الجيده جدا، حتى دار حوار بيني وبينه اثناء المباراه، مش لازم اصرح بالحوار ده. بس عنده شخصيه، عنده شخصيه. لعيب عنده شخصيه ودي ميزه اللعيبه يا كابتن.